الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. أما نجول نعرض كباول فيني نؤمن جول نعرض تقال إيمان أرانا نقول كقوم نقول الله سبحانه وتعالى. كيف نؤمن بالله؟ كهن قوم نلتقي الله سبحانه وتعالى. نؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونؤمن بوجود الله. أرانا نقوم نقول الله كون قوم نوند ما كون الله ونتجرو كون كون تهندى دول هم ماري إلا صفات تيمودة قوم بنا وادر الله سبحانه وتعالى. ما الأدلة على وجود الله؟ كون ولي كهل لوندم الله نودا الأدلة كثيرة جدا إنه كون كتنتين إنه هي مؤجنم ممكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة كده واي متنير كهل لوندم الله ناي الأول العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى كهل لوندم الله نودا إنهم حكيلتهم حكيلتهم إنهم هل ما وندم go ad o aduna do go we ya konandi e mudum fo wata wonirde ni ton ko betun tawe haran wotta gudo no wodi wondo hoddirde e o aduna do الثاني الحس محسوس ملموس ترى بعينك مثلا ترفع يدك للسماء تكون في كرب شدة تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا بالغيث ينزل هذا دليل محسوس ملموس ترى لم ندون عندك عندما كل الله سبحانه وتعالى نوادا كحس مناكو ميمغول ولا كصوبغول أن satte ne arante tono juude ma den toro da subhanallah subhanahu wa ta'ala oitenama nela darike no toro allah subhanahu wa ta'ala allah on cippini tobo dun do holli wonde ma dun do no wodi wondo ton hoddirde no wodi wodaado wondo baawo hoddirgol de hunde do athalith alfitra kul mawlud yulad alfitra fa yuthbit wujud allah subhanahu wa ta'ala tammu dun ko holli wonde ma allah no woda ko tagu neddanke yagal kala haysko dammiri no andi wonde ma fina tun tawano wodi no sowi andude e ko mon jomul to no andi ka barno andi haray no wodi jeedo dum hagasi arabi' anna al adilla min al kitab was sunna shari'a kathira jiddan kulla tadul ala wujud allah subhanahu wa ta'ala allah ko holli rewandem allah no woda dalilaji imorde deftere qajma e sunna no heet no fof ko sedoto imorde wodede allah subhanahu wa ta'ala